معنا بشكل كتير كبير، وخصوصا بالسنوات الأخيرة. المسؤولية الاجتماعية، قيمة الفرد تقاس بشكل عام بمجتمعه، ومن أسمى واجباتنا كأفراد أنه نتعامل مع الآخرين بروح المسؤولية العالية اللي بتفرض علينا التعاون والتضامن، ويمكن كمان المشاركة الجادة بكتير من الظروف لحتى يكون في جسر بين الفرد وبين المجتمع ويكون فاعل بشكل أكثر. لنحكي أكثر عن الثقافة المجتمعية ومدى وجودها بحياتنا، رح نحكي عن هذا الموضوع مع ضيفتنا مدربة التنمية البشرية الأستاذة فاتن النظام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا. خلينا بالبداية قبل ما نغوص بتفاصيل المسؤولية المجتمعية وقديش فعلا بالآونة الأخيرة عم نسمع فيها كتير وقديش فعلا إلى وقع كتير كبير على أرض الواقع، خلينا نعرفها للناس شو معنات المسؤولية المجتمعية. صحيح ما حكيت انه هي مصطلح جديد، مصطلح انه هلا عم نتداول بطريقه يمكن مستغربه وما كان هو موجود اساسا. خلينا بدايه نعرف شو هي المسؤوليه قبل ما نعرف المسؤوليه الاجتماعيه. المسؤوليه هي عباره انه هو شخص الفرد هذه اللي بيقوم على تركيزه واهتمامه بشيء معين مطلوب هو منه، بس هو بده يقوم بالشيء الصح بالطريقه الصحيحه. المسؤوليه اللي هي ما بتتعلق لا بسن حقيقه ولا بتتعلق لا بالمصاري ولا بتتعلق بالمكان، هي بتتعلم نقول المسؤوليه هي مبدا واخلاق. فمبدا بالمسؤوليه الاجتماعيه فهي عباره عن سلوك ممنهج اللي هو بيقوم فيه الفرد والمجتمع تجاه مجتمعه، انه هو عنده واجبات بده يقوم فيها اللي هو بيكون ضمن هي المكونات. فببساطه هي عباره عن الممارسه المواطنه، يعني نحن كمواطنين انت بدك تمارسي هالمواطنه اللي هي انت عندك واجبات تجاه مجتمعك، تجاه هذا المجتمع اللي عندك اياه، بدك تقومي بواجبه البيئي الاقتصادي الاجتماعي لانت تكوني فرد من افراد هذا المجتمع، لان هي اهداف المسؤولية المجتمعية. نعم. يعني أستاذة فاتن حكيتي شوي عن الأهداف، خلينا نحكي أكثر بشكل أكبر. اليوم بظل الظروف اللي مرينا فيها واللي عم تمر فيها البلاد، كل سنة عم يخلق عنا ظرف جديد بيحتاج مننا نكون شريك بالحل، ما نضل واقفين عم نتفرج فقط عم نستنى الحلول من طرف واحد، نحن ما عم نقدم شيء. يمكن هذا أساس المسؤولية المجتمعية اللي هو أنه الفرد يقدم لحتى يقدر يحل مشاكله اليوم. نحكي شوي أكثر عن هاي الأهداف. نحن كلمة الأهداف المسؤولية أو حتى هي كمرادف، يعني كلمة مسؤولية مجتمعية هي مرادفة شو هو بالمجتمع؟ هي حقيقة هي الاهتمام، هي المشاركة، هي الاستجابة الشخص لهذا المجتمع، أنه نحن صار في عنا ظرف معين وأنا بدي يكون ضمن هذا المجتمع. فنحن من الأساس أول البداية المسؤولية تبدأ بالاهتمام، تمام، من أهم عناصرها وأهدافها بالاهتمام بشو. بعد نحن صار عنا الحادثة الأخيرة، تمام، الأزمة اللي صارت والحريق اللي صار مثلاً بجبال اللاذقية، الفكرة هو الانفعال اللي صار سواء بالتواصل الاجتماعي كلياتنا شاركنا بهذا التفاعل، تمام، وهذا الانفعال بداية. بعدين صار في شيء اسمه عنا أنه نحن كلياتنا واحد، هو التوحد، بمعنى التوحد أنه أنا وأنت وكلياتنا بدنا نروح، بدنا نشتغل، بدنا نعمل، بدنا نقدم، هذا بالنسبة لرقم اثنين. بعدين بصير في عندي موضوع التنفيذ، وهذا التنفيذ اللي هو فيه خطة، يعني أنا وياكي ما نكون بالمسؤولية المجتمعية كل واحد فينا له دوره، بمعنى أنا دوري مثلا دعم النفسي والاجتماعي، ناس مثلا دعم يمكن مواد غذائية، ناس بتكون دعمها بطريقة تانية يمكن بالمصاري، يمكن أعمال تطوعية، فكل واحد فينا له دوره بهذا المجتمع. بعدين بنبلش نحن بمعنى بس خلصنا نحن هذا الاهتمام، بنبلش على أنه أنت قدي بيكون عندك فهم للعالم، عالم كيف عايشة، قرارك لذاتك، أنت بدك تقدمي لما بدك تقدمي، لأن في عنا أشخاص إن حقيقة بيتهربوا أو بيخافوا من المسؤولية الاجتماعية، أنه أنا ما بيطلع بإيدي، لا أنت بدورك، أنت بالمكان اللي أنت فيه تقدر تقدم أي شيء تاني. فمنبلش بعدين بالمشاركة، المشاركة اللي هي مثل ما اتطرقت انه هي المهمه حقيقه، هي مهمه، ولكن المشاركه ما تتكون انه انا بدي اتقبل اي دور بده يعطيني اياه. هون انا بدي اتقبل، احنا كل واحد بنفوت مثلا باعمال التطوعيه باي قصه، فانت هون بدك تتقبلي اي دور، وبعدين انت بدك تكملي نشاطك، وليس هو الانفعال انه هلا بدنا نشترك وكذا. مسؤولية هي متابعة النشاط للآخر لتحصل على النتيجة اللي بدك إياها. ومثل ما قلتي يمكن هي الدور اللي بتقومي فيه للمشاركة في المسؤولية المجتمعية مش فقط
ماديا، نحن عم نحكي عن مشاركة للنهوض بالمجتمع، مثل ما قلتي بالأزمة الأخيرة مثل ما شهدنا في تفاعل كان كتير كبير على الفيسبوك، وشفنا فورا على أرض الواقع. يعني إحنا مش بس بنتشارك الفرح، لا، إذا كان في مصيبة بنتشارك الوجع. هي عانت أبدا المسؤولية، إيه هون المسؤولية الحقيقية، إنه إحنا بنتشارك الوجع، ومو بالضرورة مثل ما قلنا بس مادي. أنا بكون معك بساعدك بترميم بيتك، قديش فيني ساعدك وقديش فيني يكون جزء حسب معك دورك. حسب دورك، بس هيدا المفهوم قديش فيني فعلا اليوم، يمكن من خلال التربية، يمكن نحن ربينا عليه من إحنا وصغار من خلال العادات والتقاليد، بس ما هو مصنف بهي الطريقة. تمام. يعني بهيدا التعبير كيف فينا نبلش من البيت؟ لما أنا بدي ربي ابني الصغير على المسؤولية المجتمعية ليكون عضو مشارك بالمجتمع، لأنه كل الدول أساساً للنهوض فيها لازم يبدأ المجتمع المحلي يكون هو شريك أساسي فيها 100%. دائماً نحن نقول أنا كيف بدي أعطي ثقافة مسؤولية مجتمعية. نحن من وين نبلش؟ معناته من أول خلية بالمجتمع هي الأسرة. صحيح. اللي هي الأب والأم. أنا كيف بدي أزرع بقى هاي البذور أنه نحن كلياتنا مسؤولين عن بعضنا، بمعنى اللي هو دائما نحن بالمسؤولية بيخلق نوع من العدالة، لأنك أنت ما تشاركي فأنت صرتي أنت بالأشخاص تانيين متكافئين. صحيح. بأنه أنا حاسس بظروفك، أنا حاسس فيك، فهذا أول نوع. نحن نقول على التربية التثقيفية، خلينا بالمسؤولية المجتمعية. حقيقة نحن نقول على التربية، نحن نبدأ الطفل هو يبدأ مثلا بيقول لك لا صغار ما بنقدر نعطيهم المسؤولية المجتمع أو نحسسهم لا هن ما بيقدروا. لا أبدا، في شيء اسمه النظرية المعرفية، هي بتقوم من عمر 4 سنين. يعني أنت طفل 4 سنين إلى 7 سنين بتعطيه أنت أخلاق، بنقول عليها أخلاق قصرية. صحيح. بمعنى أنت كل شيء هو مثلا بأي قصة بيعملها بيقول لك أنا مثل ماما مثل بابا، بقلد بابا هيك قال لي بابا، قال حتى بياخذ المعلومه منك بدون ما يستنى انه يناقشك فيها، فهو بس عباره عم يتشرب معلومات مثل البذره اللي عم تزرعي لها وعم بتحطي لها الفيتامينات. بعدين ما بتصيري انت مثلا بالعمر 7 سنين و8 سنين، هون ببلش عندي الموضوع انه ببلش يسالك. هون انت بدها تكون عندك القوه، هي عندك فعل وقول. يعني انت هلا القول اللي انت اعطيتيه هون خلال 4 5 سنين الاولانيات، انت بتبلشي تشتغلي على موضوع بقى انه كيف بدك تعطي للطفل المبادئ الاساسيه، وانا كيف بدي اشتغل 100% عليه. فهون انت بالنتيجه، ونحن حقيقه هلا ذكرتوا انه نحن مرينا بازمات، صحيح، وما انا قلت اول شيء هي عباره انه نحن ما تقولي الواجبات هو البيئه. هلا صار عندنا ازمه بيئه حقيقه، ما انحرقت الاشجار، البيئه كمان صار عندنا شيء ازمه اقتصاديه، ما دعمنا كلياتنا الليره. تمام. قد ايه كان في مبادرات اطفال اشتغلوا عليها. صح. فمعناتها المسؤوليه هي تبدا من السن باي وقت، ونحن خاصه حسب الضغط طبيعه الافراد، حسب انت ما تعطي المسؤوليه يبدا من هو صغير وبعدين بينما وبيعطيني بيعطيكي نضج اجتماعي حقيقي على ارض المجتمع. نعم. كمان استاذه الاء، يعني مثل ما حكيتي في كثير اوقات نحن بنقول انه في اشخاص كثير عم يشتغلوا ولكن هذا الشغل غير منظم او شغل اني، يعني بنشوف مجموعه من الشباب بيعملوا مبادره انيه وبتختفي. قد ايه مهم دائما تكون خليني اقول المبادرات منظمه او العمل منظم لحتى الشخص يتعود على ممارسة فعل النشاط المجتمعي، ما يكون فقط آني لغاية معينة أو لحالة معينة ويختفي. تمام. ما أنا قبل شوي قلت هي ما موضوع انفعال، دائما نحن الانفعال، أي انفعال، عصبية، حب، أي مشاعر، هي انفعال مؤقت بعدين بيهدى لأنه بصير في عنده رتم تاني. اي انفعال، ما احنا انفعال بلشتي وانه كلياتنا بنعمل مبادرات وكلياتنا بنتطوع واعمال تطوعيه وبننظم. صحيح. ولكن ما يكون في شيء اسمه خريطه او في عندك خطه استراتيجيه منظمه، بمعنى هي بصير في عندي تشاركيه ما بين الافراد والمؤسسات بطريقه ممنهجه، انه نحن كل واحد يعني ما بدنا كلياتنا نروح بطريق واحد، لا، ما تكون في انت عندك خطه مبينه واضحه. فانا مثلا بشتغل على هذا الدعم، انت بتشتغل على الدعم الغذائي، ناس بتشتغل على الدعم مثلا اللي يمكن اعطاء مصاري، ناس بتشتغل شيء تطوعي يمكن بناء بيت او. تمام. فانت بدك تشتغلي على اكثر من اسلوب واكثر من منهج. فكرمال هيك ما تشتغل على هذا الموضوع انت بتصلي للنتيجه، بعد انت بدك تحمسيهم. تمام. بعد انت تشوفي بقى الثمار،
انا حمست لهدول الشباب وقلت لهم يلا بدنا نروح ونعمل مبادره وكذا. بعدين اول شيء ما يكون في عندنا قائد للمجموعه اللي هو تبع التاثير اللي بياثر، وانت عم تضخ المعلومات اللي بدك اياها، فهو قادر 100% انه هو يجمعهم طول الوقت. وبعدين ما توصل الواحد دائما اي قصه انت بتفوتي فيها اذا ما فيها نتيجه بتقولي ليش فتت فيها بالأساسة، كرمال هيك لازم يكون في عندي نتائج للموضوع. يمكن هاي النتائج عم نشوفها بالآونة الأخيرة خلال الأزمة اللي مرينا فيها آخر 10 سنوات، في كتير من الجمعيات والفرق التطوعية كان لها دور فعال بكل مبادرة عم تقوم فيها، والاستمرارية فيها هي المهم. اليوم قديش فيني فعلا أنا كمجتمع محلي أتبنى هدول الفرق التطوعية أو هدول الجمعيات ليكونوا جزء فعال فعلا؟ يعني سلمى ذكرت أنه لازم يكون في تنظيم، بس كمان دعمهم ورعايتهم لاستمرارهم قديش مهم. يعني أنا أحتضن هدول الناس ليكونوا جزء فعال في المجتمع. ما أنت تعطي لكل شخص دور واهتمام. أنا بقدم لك هلأ، نحن شوفي بأي قصة بأي أزمة الحلاوة عنا الشباب انه هنا كلهم مندفعين وهنا حقيقة كله بشارك، ولكن هو عبارة انت بس تعطيه دور صح، لان هو احيانا بيلاقي دور انه انا بعطي طاقة اكثر من هذا الدور، فهون ببلش نحن بيرجع بتململ، يمكن ما في متابعة حقيقية صحيحة له. يمكن التشبيه هلا كمان بالجمعيات تماما، نحن في عنا المؤسسات او مثل ما قلتي التشبيك لقطاع العام القطاع الخاص الكل مع بعضهم، فانت هون بتوصل لنتيجة. دائما ما تقولي انت دائما بأي قصة بلشي صح تنتهي صح، أما بلشي بس فوضى بس إنه معزولين وبدنا نعمل القصة فأنت ما حتوصل لنتيجة. فكرمال هيك بعد أنت تعطي للفرد اهتمام، ما تعطي دور، ما تعطي الأسلوب الاحتياجات الخاصة فيك اللي هي دائما في عندي بهرم ماسلو، هو إنه الاحتياج لأنت تحققي ذاتك لازم تمر على الانتماء للمجتمع اللي انت عايشه فيه، فاذا ما مريت على بالانتماء او الاستقرار واحترام الاخرين ما بتوصل لتحقيق ذاتك. فكرمال هيك هي من اساسيات المسؤوليه المجتمعيه، انه انت بس تعطي دور لاي شخص اهتمام فهو 100% حيكمل معك وحينتج 100%. بالاضافه نحن ما تنقول في عنا الخطه، برجع بقول الخطه المنفذه هي في عندي 1 و2 و3، بس نحن نبلش بواحد قبل ما اخلص الواحد، لازم ارجي فريقي او الافراد اللي معي الخطه بين اللي بدي اشتغل عليها، بنخلص بنبلش بجيم، فانت معناتها في عندك استمراريه وانتاجيه وبموارد، ونحن في عندنا موارد بشريه كثير، وهذا نحن عم نشتغل عليه بالتنميه البشريه، في عندنا موارد، في عندهم قدرات لازم نستثمرها صح ونطلع كل شيء عندهم مكنونات داخليه. أكيد، يعني دائما بنقول إنه البداية هي أهم شيء، ولكن الحقيقة الاستمرار هو اللي أهم. في كتير شباب بيقولوا نحن بلشنا إنه عملنا شيء، ما وقفنا عم نتفرج، والحقيقة هذا شيء كتير مهم، ودائما لازم نقول لهم شكرا، لأنه العمل المجتمعي بيركض فيه الشخص ورا كلمة شكرا، ورا هي الحالة المعنوية أكثر من الشيء المادي، لأنه هو ما أنه أصلا تطوع لحتى ياخذ شيء مادي. قدي مهم اليوم تقدير، يكون في كمان تقدير، يحس الفرد اللي هو دخل بشيء مجتمعي انه هو عم بينول هذا التقدير من الاشخاص اللي قدم لهم او من المجتمع لحتى يستمر بهذا الفعل. حقيقه ما خلينا نحكي على اخر الازمه اللي هي الازمه البيئيه اللي صارت عندنا، ما تطوعوا الشباب وصارت عندي مبادرات وخلقت القصص كلياتها، تمام؟ اول شيء هن كانوا بس بده يشوفوا الاهل، حقيقه كانوا عم يستنوا يعني مثل طبط بوع على الاشخاص اللي يمكن احترق رزقها، اللي هي تدمر مثلا تركت بيوتها، هن بس بده يطمنوا على اي شيء انه هن عملوا موضوع معين. فهنا بتلاقي انت حتى الاهل يعني بس يشوفوا هالشباب الله يوفقك الله يخليك كذا، هي لحالها بتحسي انه هو عطاه، يعني كان عطاه 100 مليون بهي الكلمه. فانت انه سالت عني والله مثلا ابني مسافر، تمام، هي عبارة تشبيهاتي، نحن نقول تشبيهاتي اللي احنا بتريحنا، انه انت مثل بنتي انت مثل ابني، هي لحالة بتعطينا شيء اغناء داخلي، بتعطي شعور انه انت بتقدري تستمري صح. بالوقت نفسه وقت انت كمان المكافآت، في عنا شباب ركضت، في ناس حقيقة قطعت كثير مسافات لتوصل ويمكن تطفي الحريق، هي الثناء اللي انت دائما انه يعطيكم العافية شكرا كثير كانت المقابلة حلوة، هي الكلمة بتلاقي بتعمل لك دافع لانت تحفزك لتحفيز لمقابله ثانيه لشغل ثاني لاي قصه. فكيف انت عم تقومي على عمل
تطوعي منك من جوا، فقديش بيكون نابع من الداخل وانت عم تعطيه بشغف ومحبه للشخص المواجه. يمكن هذا اللي عم نشوفه بجميع الفعاليات والمبادرات. الشباب السوري من بدايه الازمه يمكن قديش اثبت فعلا له دور فعال، وبتحسي فعلا بيركض ليعمل شيء للمجتمع، وهذا الثناء عم يكون متبادل لما انت تعملي شيء فعلا له رد فعل على ارض الواقع، ولما حدا يقول لك يعطيك العافيه مثل ما قلتي يمكن هي الطاقه الايجابيه اللي بتخليكي تستمري. وجوه الناس لما تيجي لعندك وتقول لك شكرا بكل محبه وبكل طيبه، هي بتعطيكي كمان دافع لانك تكملي. والشباب السوري نوجه له تحيه بكل فئاته، الشباب كبار وصغار، لانه فعلا كان لهم دور فعال. خلينا نحكي بالختام بعض النصائح لكل اللي عم يتابعونا، لكل الشباب اللي حابب بيكون جزء من هيدا من هي المسؤوليه المجتمعيه من خلال وقت فراغه، من خلال التطوع مع جمعيات وفرق أخرى. أول شيء نحن بنشتغل على نرجع على الخلية الأولى هي الأسرة، ندعم هذا الموضوع، نجعل من المسؤولية المجتمعية هي ثقافة تثقيف حقيقة نشتغل عليه بالمدارس، بنرجع على ثاني مؤسسة اللي هي بتدرب الأطفال، هي نشتغل على هذا التثقيف، نشتغل على هذا الوعي. بالإضافة اللي هو أهم قصة وأهم موضوع هو الوسائل الإعلام، يلي هو حقيقة مثل هذا الموضوع انطرح معناتها فوق لازم يتضوى عليه كتير مسؤولية مجتمعية، ونحن بحاجة يعني تسليط الضوء على هاي المبادرات، لأنه أنت بس تلاقي الناس عم تشتغل هذا بيعطيك دافع أنه أنا كمان ليش أنا الناس اللي بتشوف أنه عم نحكي عن شغلة بتنبسط تماماً يعني. وبعدين أنا قاعد إلي دور، أنا مالي يعني مالي كمالة عدد بهذا المجتمع، أنا بحب أكيد. أشتغل بحب أطلع، فهذا الوسائل الإعلام كمان هون إلى دور كتير كبير لإيصال يمكن نشاطات، لإيصال أعمال التطوعية، لإيصال الفرد يعني على القليل مثلا ما يمكن يطلع باي مقابله باي شيء، هذا كمان دافع انه نحن كمجموعه تمام، هي اسمها توثيق وهي عباره عن تحفيز داخلي. حتى بنشتغل على طبيعه الافراد، يعني احنا بنحاول قدر الامكان نعمل على كون نحن اشتغلنا طول هالوقت وخلال هالازمه لساتنا عم نعطي ايجابيه، كمان نضلنا ايجابيين ونحاول قدر الامكان الابتعاد عن اشخاص سلبيين، لانه هن بيعكروا كل المزاج اللي نحن بنكون شاغلين فيه. الله يبعدنا دائما 100% يعني كلها. بكل حياتنا الكلمه الحلوه طالعه والكلمه ما بدنا نقول السيئه، لا السلبيه طالعه، فكرمال هيك عشان نقدر نواجه كل يوم عندنا شيء جديد نتقبله بطريقه مرنه، فنحن لازم نتعامل مع الشخصيات الإيجابية. أكيد. الختام بدنا نتشكر حضرتك، شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك مدربة التنمية البشرية فاتن النظام على وجودك معنا، شكرا كثير. تحياتي. أهلا.